كل سنة وانتو سالمين يا جماعة. وانت سالم يا حاتم. يمكن يكون العيد بكرة أو بعد بكرة، الله أعلم. قال: لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن تكون كل السنة رمضان. إيه والله يا أبو حاتم. إيه والله يا أبو حاتم. لك إيش بك أبو خالد؟ إيش بك؟ إيش بك؟ إيش بك؟ بدك يانا نصوم كل السنة حبيبي؟ بصراحة يا أبو ديبو، نحن عشنا فشهد أيام حلوة كتير كتير، طاعات وعبادات وبعدين لحظات حلوة، مو ممكن تبقى سطاوة؟ فعلا يا جماعة، رمضان كل عمره بيجي ضيق خفيف الظل، ما بتعرف شلون بيجي رمضان وشلون بيروح. مو حاسين معي، ونحن في آخر أيامه الفضيلة في الحزن، لأنه راح تروح بركته ورضاه وكراماته من بيننا؟ إيه والله، سبحان الله. لسه من مدة قريبة كنا عم نقول اجى رمضان، وهلا عم نقول رح نودع رمضان. لا يا، ليش بده يرجع الهند حبيبي؟ قصدي شهر رمضان يا ابو ديبو. ها قول شهر رمضان، ما تواخذني فهمتك غلط. يا ترى يا ابو ديبو، نحن من المقبولين في الشهر الا من المحرومين؟ يا ابو انا عملت اللي علي. قول ابو ديبو قول. انت عطول ما بتقصر، في كل مناسبة بتعمل عليك وأزود. سعدو لا تبقى تلطيش، ها كرمضان ما خلص لترجع حليمة لعادتها القديمة. ها خلصتو ولا نستنى؟ تفضل عمي أبو حاتي. ابني سعيد الله يخلي لك ولادك، ما بيهناله عيش إذا ما هز الورد وشم ريحته. تعرفوا يا جماعة الخير، احلى دقايق شهر رمضان ايمت؟ انا بقول، احد احكي، انا بقول لما بدي المغرب نفطر. وانت صادق، في النص ساعة الاخيرة قبل غروب اخر يوم في لحظة وداع صعب يا جماعة الخير. بس يا ترى بعد الوداع ايش في يا ابو ديبو؟ ايش في؟ في لقاء. لقاء ايش يا ابو ديبو؟ لقاء ايش؟ العيد حبيبي، الا نسيت انه بعد رمضان بيجي العيد. رمضان الا شهر رمضان يا ابو ديبو اللي بيجي بعده عيد الفطر. اينهم؟ طيب في رمضان يلي بيجي بعده عيد الفطر، عقولة اخوكم ابو ديبو، صلنا وصلينا وتهجدنا وتصدقنا وقرينا القرآن وقمنا الليل وذكرنا ودعينا الله، طيب وبعدها ايش رح نعمل؟ والله يا حجي انا ناوي اساوي كباب. سماعيه، سفرجليه، لبنيه، مشويه، بصينيه، وبدي اقف له بصحن اللحمه بكرز. ابو ديبو عفلي المزح حجنا. أنا بعيفه حجي، بس هو ما عم يرضى يعيفني طاول. والله بنهزم منه من على اليمين بجيني مع الشمال، بطلع من الباب بلحقني من الشباك، لزقان فيني فرد لزقان. لفه بقى أبو ديبو، بدنا نعرف نحكي لنا كلمتين. تفضل كمل عمي أبو حاتم، كنت عم بتقول بعد شهر رمضان إيش بدنا نعمل؟ أصبت أقول منستمر في طاعتنا ومنحافظ عليها إلا منتراجع. أنا ماني ناوي أتراجع أبدا، ولا أنا. وأنا كمان. ما شاء الله عليك وعلى هالإيمان والتقى. يا جماعة الخير، الشيطان إله معكم تار بعد رمضان. يولي إيش إله علينا؟ شلون إيش إله عليك؟ صار له شهور عم يبعدك عن ربك وبيدفعك تعصي وتذنب، تيجي انت في شهر واحد بتضيع عليه كل تعبه ويسكت لك؟ ايش بيطلع له يعمل معنا؟ بيعمل كتير كتير. اذا ما طلعتوا من رمضان يا جماعه الخير بايمان قوي وتصميم انكم تكملوا يلي بديناه في شهر رمضان، راح يطلع معه كتير، وراح يراهن علينا ليرجعنا تحت ايده وتحت سيطرته. يقول الله سبحانه وتعالى:
ولقد صدق إبليس عليهم ظنه فاتبعوه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مين هن هذول اللي صدق عليهم ظنه واتبعوه للشيطان؟ هن اللي مجرد خلص شهر رمضان نسيوا كل يلي تعلموه من مدرسته. هن يلي أول ما أشر لهم الشيطان ركضوا ركض لعنده ونسيوا كل يلي عملوه وتعبوا فيه برمضان. رمضان مو بقى سكرناه ونسينا كل اللي تعلمناه فيه، لا، خلوه بداية، مثال أعلى لحياتكم، وما تكونوا مثل المرة يلي حكى عنها الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعض قوة أنكاثة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ست عم تشتغل كنز صوف، تعبوا أصابعها وجوع عيونها، ولما خلصت الكنزة وصارت جاهزة مسكت الخيط وكررت كل شيء اشتغلته. ونحن في رمضان اشتغلنا وتعبنا وسهرنا وقمنا الليل صلينا ودعينا، نجي بعد رمضان لنكرر الخيط نكره ونمحي كل يلي عملناه. خسارة خسارة تخلوا شحنة الإيمان يلي طلعتوا فيها من رمضان تروح هيك، تروح أول ما يجي العيد. ياي كمان في العيد؟ اي نعم كمان في العيد. طب ايش رايكم بقى اذا بدكم تعرفوا مين يلي انقبل صيامه واعتق من النار بيعرف حاله؟ صحيح. طب واضحه. شوف انت بعد رمضان استمريت في التصدق، ثبتت على الدعاء والذكر، رجعت فتحت القران وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، راي ابدا بختمه جديده، ولا حطيته في الخزانة لتغطي الغبرة من هلأ لرمضان الجاي؟ صحيح يا جماعة الخير. حابب أخبركم إنه أول أيام الحج تبدأ في أول أيام شوال. تعرفوا يا جماعة إن العمرة في شهر رمضان بتسوى حجة؟ طيب أنت بتعرف قديش بتسوى الحجة في شهر رمضان؟ إيش تسوى؟ بقول لك بس فكر فيها كويس. لك صحيح والله، ما بصير واحد يحج بشهر رمضان؟ نعيما حبيبي يطعمك الحج والناس راجعة. بيقول أحد الحكماء إن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة، ومن علامات عدم قبول الحسنة السيئة بعد الحسنة. طلعتوا من رمضان وكلكم إيمان واستمريتوا، معناها قبل صيامكم وعبادتكم فيه. طلعتوا ونسيتوا كل يلي علمكم اياها الشهر الفضيل، معناها كانك يا ابو زيد ما غزيت وتيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. اي مو حرام؟ اي والله حرام، حرام عليكم يا جماعه، خافوا ربكم اتقوا الله يا عم الشوم عليكم. اللي بيسمعك يا ابو ديبو عم تحكي هيك بيحسب راح تثبت لبعض شهر رمضان. أكيد بدي أثبت لبعد شهر رمضان. تثبت؟ ليش نسيت السنة الماضية بعد شهر رمضان قصار؟ قصار نورنا. ها هذا يا جماعة الخير، السنة الماضية بعد عيد الفطر بيومين التقيت لكم بأخوكم أبو ديبة وحبيبكم وسألته وقربت عليه وقلت له يا الله مرحبا حاج علي. اهلا يا ديبا، وين وين رجل وين؟ بدي اروح عند الكان مستعجل. وينك يا زلمه؟ ما صليت معنا في الجامع؟ مشتغل حبيبي مشتغل مشتغل الدنيا. الله وكيلك ما عم بفضى حك راسي، يمكن هلا استاجر لي واحد يحكي لي حواليك، حدا يحكي لي راسي شيء، بعدين الحكي بيني وبينك. خيو رمضان وخلص وعم بصلي بالمحل وماشي الحال. طيب والصدقه اللي وعدت تدفع لاولاد المرحوم؟ الصدقه؟ خيو نفقنا والله جبر. يعني صدقت انا برمضان ليش بعت حاجه؟ طيب طيب مثل ما بدك، اصلا الشغله مو اجباري. اه شفت؟ والصدقه اللي ما بتطلع من خاطر صاحبها بلاها. اه ايه قل لي عم صوم ولا لا؟ ليش خيو؟ شهر رمضان وخلص ليش الصوم هلا؟ ست ايام البيض، شو بقى ابو ديبو؟ حبيبي الله فرض علينا الصيام بشهر الصيام، بخلو الصيام لشهر رمضان. ايوه هاي الرؤيه. صحيح هذا ابو فهد مرزوقه طلع نسوان الاربعه. خيو ما بدي اسمع. السلام عليكم. وقت تشتري حوش ولك وين راي؟ ما بدي اسمع طالع من رمضان تازه. ايه؟ وما بدي اعمل مثل ما عم تسوي انت. ليش انا شو بعمل حبيبي؟ شايفك طالع مثل ما دخلت، خاطرك ابو ديبو؟
ايش قصده يعني؟ وعرفت ايش قصده؟ يا ابو اياب حاتم والله تعبنا برمضان، قلت برتاح. لا 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 يا ابو ديبو، لا لا راحة لمؤمن الا بلقاء وجه ربه. انبسطت عليها هي سادم؟ عجبتك مو؟ على اساس انه انت انظم. يا جماعة هذا المنظوم من بعد رمضان السنة الماضية بطل الصلاة. أنا؟ إيه أنت؟ وما عاد شفته بالجامع طاول 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 لأول رمضان هاي السنة. لا يا أبو ديبو أنا. لك إيه أنت؟ وهو وأنت والرخري كلياتكم كلياتكم بترجعوا بعد رمضان مثل ما كنتوا قبله. وهذا بصير في رأيك يا أبو ديبو؟ هو يعني ما بصير، بس ما عم بقول لك اختوم القرآن كل يوم مرة ولا قوم الليل كله كل ليلة بس شيء منه ولا كله، يعني من همة عالية وصلاة وقيام وثلاث أربع ختم في شهر دج بالطبو لتحت، مليت من الحسنات يعني؟ والله معكم حق، السيئات بتعبي الميزان أكثر. هذا ما عدا إني بذكركم في صيام ست أيام من شهر شوال، ست أيام البيض مثل ما بيقولوا، منشان نبقى متواصلين مع شهر رمضان. قال من صام رمضان ثم أتبعه بست أيام من شوال كان كمن صام الدهر كله. عمي أبو حاتم، هلا بعد رمضان رح نرجع لسيرة الزير سالم وعنتر ابن شداد ولا رح نكمل هيك؟ يا ريت نضل هيك يا عمي أبو حاتم. لا مو يا ريت، إذا ضلينا هيك شلون بدنا نحس بحلاوة وقيمة رمضان؟ آه لك قالوا له رمضان ليش ما بتجي في شعبان؟ قام قال لهم كيف في شعبان؟ براوة عليك والله عشا العشا، رح أعطيكم ثلاث أحسنتات ترغيب. آه صحيح، نسيت أقولكم يا جماعة الخير لا تنسوا تزوروا قبوركم وتحضروا الأس، ترى زيارة قبوركم حلال. ها يولي قبورنا؟ الله يسامحك يا أبو حاتم، لك الله يسامحك، قول احضروا قبور اللي بقربوكم، قول احضروا قبور اللي بخصوكم، مو قبورنا يا أبو حاتم. كلياتنا بدنا نموت يا أبو ديبو، مين رح يطلع على راسه خيمة؟ السنة الماضية كان الحج بكري بيننا، هلا وينه؟ يا ابو الله يرحمه، الله يرحمه بقبره. ايش جاب سيرة هالحديث اللي بيعصص القلب ونحن ابواب بعيد؟ نحن كلياتنا نموت هلا، بس نموت يبقى الله يرحمنا، بس من هون ليوم ابوس ايدك يا ابو حاتم، بلاها سيرته، بلاها سيرته كرامة لله. لا يا ابو ديبو، الخوف للنسوان. نعم يا ديبو، الخوف للنسوان. شكل في وجهك. دخيل انا الشجاع اللي بيزد خاله زد، نسيب خلق السماوات اليوم قبل المغرب. ها انا؟ لا انا، انا ابوي. اسمعوا يا جماعه الخير، اليوم رحنا انا وسعيد عالجباني، بدنا هيك نغسل قبر امي الله يرحمها وقبر نانتو الله يرحمها ونحط عليهم شويه خضار ختميه قاس، انا قلبي قطيعه وكل الناس بتعرف هالشي، بس هو عد الحيط مو عيب يخاف؟ خيو ما بده، وصلنا انا وياه عباب الجباله ولسه ما صرنا هونيك، ما الاقي لكم الا سعيد اجريه بلشت ترجف اصب. ايش بك سعد؟ ايش بك؟ لسه بكير ليصير عتمه، هلا هلا لسه بكير كثير كثير ليصير مغرب، ايش بك خوفان وقطف لونك صار مثل الليمونه؟ صلي على النبي ابو ديبه، ما في شيء. اللهم صلي على النبي. سلامتك بولي خيو، عسكان هيك شيل الاساس انت بتحطهم عند القبر، وانا راي اجيب هذا سطل مي مشان هيك شيلهم شيلهم. اعوذ بالله، صلي على النبي ابو ديبو. اخي انت روح جيب المي وانا بستناكم. لا
ايش بخل هذا كمان صوتك راح بالمره كني خايف. الله يسامحك يا ابو ديبان، انا ما بخاف. ديه قال ما بتخاف شايفك حيو. اسمع لك انا حطيت شغلي، ايش رايك نروح لك نقول له لابو عبدو جاري ابو عبدو هذا قلبه ماكن ومثل الشفت ما بخاف غير من مرته. بيني وبينك مرته بتخوف عليها وتش ولا عياذ بالله، عم اللطه تبعه مثل لطشه الكهرباء. علي الحلال جبتها يا ابو ديبو. خيو انا رايح اصحله. وقف لك وقفله اصحله. رايح اصحله اصحله. انا بروح بصحله، انت تستنى هون عند الاسات. اصحله ايش بك؟ انا استنى عند الاسات. ايه تستنى عند الاسات. ايه هون رايح اصحله. براك ابو ديبو جبتها. ايش بشيلهم وبجي معك. يوه بكتير وبجي معك. تعال هدول لك، هدول الجبنون بالسوزوكي قد 50 ورا لحظة ثانية شيلهم. هيك دخ شيلهم تمشي. تعال عليك تعال. هدول تعال. الله يسامحك يا ابو ديبو. هدول شوف بشيلهم وبشيل ابوهم. تفرج بيهم قولي شفت ابو ديبو شلتهم. لما والله شايلهم وانت تتركني وشالون رغم تقلون شالون ورقد. الله وكيلك لا عنه لا انه لا اشتكى. لا قالوا بنط بيقول لي هاي خافة نسانة ديبا شكل وابا لا ليش انت تركتني يا نسوان الارجين. ايه والله مو هيني تتركني بين الموات وتروح. لا خاف من العايشين لك ساعدوا هدول اللي بيأذوا الموات. يا حرام لا حول ولا قوة. صحيح حج فوزي نسيت اقول لك بتسلم عليك امك حبيبي. يا سيدي الله يرحمها ويحسن اليها. سمعناها بتعيطبغ وبتقول انه ابره نشف ما حدا عم بيسقي لها اياه. اعوذ بالله. لا انا كل يوم جمعه بروح بقرا لها الفاتحه وبرسلها على ابره المي. دي سعدو مين اللي كانت عم تقول هالكلام اليوم؟ امك انت حبيبي. يخبي ديارك يا سعدو، علمناش حدا سبقنا على البواب حبيبي. Oh.
من بعد المقام رحيلا وأقمت فينا ناصحا ومؤدبا وشفيت منا بالفؤاد غليلا. أبو فريد قوم ودع الشغال يا أبو فريد، نبكيك يا شهر الصيام بأدمع تجري فتحكي على الخدود سيولا. وحد الله يا أبو قاسم، قوم ودع الضيف الغالي يا أبو قاسم. وحد الله لا إله إلا الله. السلام عليكم يا أبو خالد. وعليكم السلام عمي أبو سعيد. إيش بك أبو خالد؟ بالعادة عيونك عم تسمع. عم بودع الضيف الغالي ودموعي ما عم تحصل غير كت وتسبقني لوداع. كل سنة وانت سالم يا أبو خالد، إن شاء الله برمضان الجاي بتكون محقق كل آمالك. وانتو سالمين إن شاء الله. رح نشتاق له الصوت كل يوم يا أبو خالد. وأنا كمان راي أشتاق لدقة طبلتي وصوتي عم يتردد في الحارات عم ينادي الخلق مشان يفحضوا الله. تعرف يا عمي أبو سعيد، كل ما بينتهي شهر رمضان بحس حالي مسافر لبلاد غريبة غير البلاد هاي. الحق معك يا أبو خالد، الحق معك، كلياتنا منحس بهالشهر بآخر أيامه. بدنا العيد، زعلانين إنه هالشهر رح يروح من عمرنا. تعرف يا أبو خالد، العمر كله عم يمضى، وقفت على شهر رمضان. معك حق، الله يحسن خاتمتنا يا رب. آمين. أبو خالد، نحن سابقينك لبيت أبو حاتم، السحور عنده اليوم. ها إن شاء الله بصير خير. يلا خاطر السلامة. صلوا على الهادي، صلوا على المصطفى. وحد الله لا إله إلا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اقبل منا رمضان، اقبل منا الصيام، تقبل القيام، تقبل القرآن، تقبل الدعاء، تقبل التهجد، تقبل العبادة، تقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب، أرنا دلائل رضاك عنا، أرنا دلائل قبولك لنا، احفظنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، اقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، أقبلتنا يا رب، رضيت عنا يا رب، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.